هذا المبادرة قامت بها مديرية الغرفة، غرفة الصيد البحري مع مديرية الصيد البحري، من المنتج للمستهلك، هو السردين باستيناب في السوق، هاو هنا 30,000. سيتم بيع سمك من المنتج إلى المستهلك عبر موانئ ولاية جيجل بفتح نقطتين، النقطة الأولى بميناء بوديس والنقطة الثانية بميناء زيام المنصورية. مهني الصيد البحري سيسوقون منتجاتهم عبر هذه النقاط بطريقة مباشرة، يبيع مباشر من المنتج إلى المستهلك.